خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو. الو. ايوه. ازيك يا اسامه؟ الحمد لله تمام. تعرف بيكي؟ ندى. اه يا ندى ازيك؟ تمام الحمد لله. ندى كم سنه؟ 19. مرتبطه ندى؟ اه. ارتباط عاطفي ولا خطوبه ولا؟ عاطفي. عاطفي بالك قد ايه مرتبطه؟ 4 سنين. يا يعني كان عندك 15 سنه؟ طب هو عنده كم سنه؟ 22 دلوقتي. 22. طيب احكي لي يا ندى. اقول اتفضلي. هو احنا كنا جيران في الشارع بعض. بس انا حاليا عزلت من سنه. وهو كان في مشكله بيني وبين يعني بين اهله وبين اهلي. لاني اختي كانت بتحب عمه وكانوا هيرتبطوا ببعض بس ما حصلش نصيب. وعمه سابها وخطب واحده تانية. فحصلت مشكله والعيلتين كرهوا بعض. شالوا الموقف دوت. بس انا متاكده ان بابايا هو لما هو يجي يتقدم لي بابايا مش هيتكلم يعني طالما انا وافقت خلاص. بس هو المشكله في بابا. احنا بنتكلم مع بعض ولما انا ما اقدرش اقول له تعالى خطبني. بس لما بنتكلم في الموضوع دوت ويجي سيرته ويفهم ان انا عاوزه مثلا نرتبط ببعض او يبقى في ارتباط رسمي بيقول لي سيبها على الله ويمكن تحصل معجزه والحاج على بابا يعني بابا يوافق. هو بابا هو اللي مش موافق. بابا هو اللي مش كل العيله كلها مش موافقه. ولا عندك ولا عنده؟ لا عندي انا هيوافقوا. بس هم ما يعرفوش حاجه لان هو ما جاش اتكلم في حاجه. انما هو كلم والده والده مش موافق. كلم والده والده مش موافق ومنتظر المعجزه. واول ما اتكلمنا مع بعض اسامه كان بيكلمني كويس. وهو دلوقتي بيكلمني كويس مش وحش بس شغله خد كل حياته. طب تعالي بس نتكلم في المعجزة دي عشان هي المهمة. المعجزة هي المهمة. احنا في زمن في معجزات بتحصل. في معجزات إلهية. ربنا سبحانه وتعالى بيعمل معجزات كل يوم مع الناس. بيشفي مرضى وبيحل مشاكل ناس والناس بتبقى في أزمات كبيرة جدا وربنا سبحانه وتعالى بيفتح لهم الأبواب وتتحل. دي معجزات إلهية ما نقدرش ننكر وجودها أساسا. هو خطب كمان يا أسامة قبل كده قرى فتحة. يعني هم كانوا في البلد هما كانوا في البلد وهو قرى فتحته على بنت يعني بابا. بس ما أعرفش هو إزاي وافق بكده قرى فتحته على بنت عمته. ولما بقول له طب أنت عملت لما كلمني وقال لي طب هو أنت إزاي عملت كده؟ ما أنت راجل يعني تقدر تقول له لأ. قال لي ما اقدرش اقول له لا عشان ما يزعلش مني ويحصل مشاكل. وقرا الفاتحه وبعد كده بنت عمته هي اللي سابته عشان كان حبت واحد تاني واتجوزت هي دلوقتي وهي اللي سابته. انا متاكده ان حتى لو والده جه تاني قال له ان هو يخطب او يرتبط بواحده هو ما بيقدرش يقول له لا. ما انا لسه بقى بكلمك اهو في المعجزه. انما المعجزه الانسانيه يعني هو بيقول لك انا محتاج معجزه. معجزه الربانيه مثلا ان ربنا بعد الشر عليه ياخد والده مثلا. وربنا ما بيعملش ما بيأذيش حد علشان يجوز حد والأمر بيد الله. إنما المعجزة الإنسانية اللي زي إيه مثلا ساعات كده هي اسمها كده بنشبهها بالمعجزة وهي مش معجزة. المعجزة الإنسانية زي ما جه الرئيس قال لك قناة السويس تتعمل قالوا دي تتعمل في 6 سنين ولا 3 سنين قال لهم لا في سنة واتعملت. اتعملت إزاي؟ إزاي اتعملت في سنة؟ الناس اشتغلت بذلت مجهود أصرت على شيء تعبت موتت نفسها علشان تقدر تحقق ده. بس ما هو أساسا ما كلمش بابا في أي حاجة. هو مش هيعمل حاجة. هو بيقول لك أنا مستني المعجزة. بابا أساسا هو عارف بابا عارف إن هو كان بيكلمني وقال له بلاش دي بالذات. كمان بابا رافض يعني. بابا كان عارف إن هو بيكلمني قال له بلاش دي بالذات. هو ما اتكلمش بابا في الموضوع إن إحنا نرتبط ببعض خالص. يعني هو حتى ما عملش اللي هو ممكن يعمله. لو كان كلمه مره واحده وبابا ما كانش وافق انا كنت هديله مثلا مبرر اللي هو بيقوله. لكن هو ما كلمش بابا اساسا. بصي يا بنت الناس بصي يا بنت الناس العمر مش بعزقه وانت عندك 19 سنه ولسه في بدايه حياتك ولازم تظبطي الدنيا علشان الامور تتظبط. احنا بقالنا مع بعض 4 سنين 5 سنين مع بعض اهو حاجه 100 فل و14 يعني عايز ايه اكتر من كده؟ اهلي انا ما عنديش فيهم مشاكل. دلوقتي انا كل اللي طالباه منك انك تكلم والدك وتشوف رد يا وافق يا ما وافقش عشان ما نفضلش متعلقين ببعض ونقعد نحب بعض في التليفونات وندفع فواتير لشركات الاتصالات ونعيط ونقطع المخدات دموع ونعيش مجروحين
وسنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة سمعتك هتتلط واسمك هيبوظ ويقول البت بارت ويقول البت كانت مصاحبة واحد ونخش في متاهة ملهاش لازمة. شوف حل مع والدك وارجع رد عليا، هديك من النهاردة شهر تكون حليت الأمور مع والدك. وفتحي عينيكي قوي وطرطقي ودانك قوي وفتحي مخك ووزني الكلام اللي هتسمعيه، لأنك هتسمعي كلام مش موزون بكل الوسائل، هتسمعي كلام ملهوش أي معنى وحجج ملهاش أي معنى، وهتشوفي مواضيع بتتحول قدامك لحاجات ولا كانت في الحسبة ولا كانت في خيالك، لأن كل اللي عملتيه إنك دوستي على الزرار وقلتي له اتصرف. ده ما كانش هيقولك بقولك ايه انا مضطر اسيبك بقى عشان اصل بابا قفش عليا.